السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده بقى هنتكلم عن الفرق ما بين رمضان هنا في الامارات او في مصر، ايه المميزات هنا ونظام الشغل هنا والاكل هنا وكل حاجه هنا، الفرق ما بين هنا وهناك بالظبط. اول حاجه، هنا ما بتحسش برمضان لان فرق العادات بقى، اللي هنا في رمضان ففي جنسيات كتيره قوي، فمش كل الناس هنا بتلاقيهم مسلمين ومش كل الناس هنا بتلاقيهم صايمين. بالنسبه للصيام، فانت لو رايح مول مثلا او انت مسلم وصايم، فانت معرض ان انت تلاقي الناس بتقعد في المطاعم بتاكل عادي في نهار رمضان والناس صايمه، بس في بعض المناطق بيعملوا ستاره كده على المطاعم بحيث ان هم يغطوها، اللي عايز يدخل ياكل جوه عادي مفيش مشاكل، بس علشان ما يجرحش الصايم فبيعملوا ستاره كده وبيقفلوا المطعم للناس اللي هي بتدخل تاكل وكده. ده جزء من الاجزاء، يعني انت معرض ان انت وانت ماشي في الشارع تلاقي ناس بتاكل وبتشرب ومش صايمين يعني فاطرين. هندخل بقى على الجزء الثاني واللي هو الشغل في رمضان بقى. الشغل في رمضان هنا يعني البلد ما شاء الله، الميزه فيها كويسه انها يعني كشغل المعمار، انا عندي بالنسبه لي بيشغلوا الناس من 6 الصبح لحد 12 الظهر، بعد كده بقى الشغل بيقف على حسب بقى بقيت الشغلانات التانية والمهن التانية. يعني انا ما اعرفش ايه نظام فيها، بس يعني اللي اعرفه فيه واحد صاحبي شغال في شركة بيقول ان هو بيشتغل 6 ساعات في رمضان بس، على حسب بقى يعني من ساعة الفطار لحد ساعة السحور كده، شغل 6 ساعات برضه، يعني متهيألي نفس عدد ساعات العمل، متهيألي نفس عدد ساعات العمل. بالنسبة بقى احنا عندنا في مصر موضوع مواعيد الرحمن وكده، فدي حاجة كويسة طبعا، ربنا يجازي كل الناس خير على الخير اللي هم بيعملوه. فهنا في الامارات في برضه مواعيد رحمن، بس بتبقى ايه يعني مختصة على الجوامع بس، يعني في كل جامع في جزئين. الجزء الاول ان في ناس بتيجي مثلا بتدخل الجامع ساعة قبل اذان المغرب وبعد اذان العصر، بعد صلاة العصر بقى الناس بيبقى ربنا يجازيها خير بيبقى معاهم وجبات بيحطوها في العربية بتاعتهم مثلا في شنطة العربية من ورا، بعد صلاة العصر على طول بيبتدوا يوزعوا الوجبات دي على الناس اللي طالعة من المسجد بعد الصلاة من أذان العصر لحد أذان المغرب كده. في برضو موضوع موائد الرحمن ده بيبقى إيه، خيم كده، ساعات بيعملوا خيم في قلب المساجد وبيوزعوا فيها أكلات بقى. تعال بقى نتكلم عن نوع الأكلات اللي بتتوزع جوه المساجد. يعني أنا قعدت في النظام ده بتاع حوالي 10 أيام أو 12 يوم اول ما جيت هنا البلد بقى، فقلت اجرب المواد الرحمن والاكلات هنا وكده. الاكلات بقى اللي بيوزعوها بعد الصلاه على طول بتبقى هي عباره عن وجبه واحده بس، هي بتبقى عباره عن رز برياني وعليها قطعه فراخ او قطعه لحمه، وبيبقى معاك ازازه ميه صغيره ولبن، عكس بقى مثلا ما هتبقى في مصر فانت بتدخل على السوبر بتبقى موجوده في الشوارع في اي مكان. ربنا يجازي كل واحد على قد ما بيقدم وعلى قد الخير اللي هو بيقدمه، بتلاقي كل الاكلات موجوده بقى، بتلاقي مثلا صوبيا تمر حاجات زي كده في كل الشوارع. لا هنا بقى هي وجبه واحده اللي بتتوزع وبتبقى عباره عن رز برياني وعليها حته فرخه او حته لحمه ولو ازازه ميه صغيره او 2 تمر 3 تمر في كيس صغير كده، توزعوا بقى زي ما بقول لكم كده بعد الصلاه على طول. اول ما جيت اشتغلت في شهر 1، بعد كده كان رمضان كان في شهر 4 أو 5، وبعدين قضيت رمضان هنا، كان أول رمضان ليا بقى. فأنت عارفين هنا المغتربين يعني إيه، مش كل يوم بيطبخوا يعني، ولا بيبقى فيه يعني ما بيبقاش في وقت، أنت بتيجي من الشغل تعبان فعايز تقضيها بأي حاجة. كنت ساعات أنا أروح أصلي وألاقي الناس كتر خيرهم بيوزعوا الوجبات دي، فأنا كنت باخد من الوجبات دي وكنت باكل منها. فاول رمضان ليا قعدت 10 ايام او 12 يوم اكل نفس الاكل اللي هو رز برياني وفراخ. لما خلاص بطني دي خلاص وجعتني وجالي مغص جامد، وانتوا عارفين كان طبعا الراتب ساعتها الحمد لله كان قليل، فهو سبحان الله يعني انا كنت تعبت وكانت بطني خلاص ما مش قادر 12 يوم عمال باكل في برياني ورز وفراخ، رز وبرياني وفراخ وخلاص. فجيت الحمد لله في الاخر لقيت كانت في حاجه كده اسمها خيمه رمضانيه، كانت اسمها الدانه، كان الكلام ده في 2019، كان في اعلان على الفيسبوك كان مكتوب فيه ان هم محتاجين ناس تشتغل ويتر في خيمه رمضانيه في منطقه اسمها السيتي ووك. فانا رحت كلمت الراجل وقلت له انا محتاجين ناس، قال لي احنا محتاجين ناس بس في شهر رمضان يشتغلوا معانا ويتر هنا، والشغل هيبقى من بعد من يعني الشغل من قبل الفطار بساعه لحد
ساعة السحور يعني لحد الساعة 2، يعني الشغل من 4 ل 2. فقلت تمام، انا كده كده الوقت ده انا هبقى فاضي فيه، لان انا بخلص شغل الساعة 12 الظهر، بعد كده ما بقاش ورايا اي حاجة لحد تاني يوم 6 الصبح. فقلت اروح، رحت واشتغلت ما شاء الله. يعني كنت ساعتها بقى كانت بطني دي كانت خلاص، معدتي دي كانت وجعتني من الالم من كتر لان 12 يوم ما باكلش غير الرز والفراخ بس. رحت ما شاء الله بقى لقيت اوبن بوفيه، كل حاجه موجوده تتخيلها، السلطات كلها بانواعها، الحلويات كلها بانواعها، المشروبات كلها بانواعها. كلت يعني حمدت ربنا لما قلت بس بامانه، يعني هي جت في وقتها 12 يوم مرار، وبقيت الشهر الحمد لله كان خير. يعني مفيش اكله ما اكلتهاش، كل حاجه لحوم وفراخ ومكرونات وكل السلطات، كل حاجه الحمد لله. حتى الجاتوهات والحلويات ما سابوهاش، يعني كان كل حاجه كانت موجوده. بالنسبه للعبادات والسلطه، فالعبادات دي في كل حته موجوده، بس ما تحسش بيها هنا لان في ديانات كتير وجنسيات كتير، فاللي هو تلاقي يومك عادي سواء في رمضان او مش في رمضان، فانت يومك هو اللي هو النهارده اكن النهارده رمضان، اللي هو الايام كلها عادي ما تحسش بحاجه. يعني ما فيش فرحه اللي هو مثلا لو انت في مصر تعلق الزينه في الشوارع، بتلاقي الناس من اول الساعه 4 من قبل الفطار لحد الفطار كل الناس في الشوارع دي بيشتري حاجات، والزحمه وفي الاسواق بتلاقي كل الاسواق كلها فيها زحمه وكده. لا عكس هنا خالص، ما فيش الكلام ده، ايام عاديه عادي، يوم عادي جدا ما تحسش بيه خالص هنا. ما احنا عندنا ساعه الفطار بتلاقي الشوارع فاضيه، لا انت ممكن تلاقيها هنا في شوارع كتير زحمه. حاجة تانية بقى، يعني انت كمغترب هنا انت بتبقى قاعد لوحدك طبعا، مفيش حد معاك، فبتبقى صعبة يعني لو انت جاي هنا لوحدك وما تعرفش حد وما فيش صحاب ولا في اي حاجة، تفطر لوحدك، تتسحر لوحدك، عايش مع حالك كده، عايش كده. فدي حاجة برضو من الحاجات الصعبة بيمر بيها المغترب، يومه صعب يعني. فايه دعوة حلوة كده للمغترب. بس انا كده وصلت لنهايه الفيديو، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك وفي اللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو حابين تتكلموا عن اي حاجه او تسالوا عن اي حاجه ممكن تكتبوا لي في التعليقات او تتواصلوا معايا على الانستجرام، انا برد على اي حد وبرد على اي استفسار. بس سلام. I'm so